على غرار السنوات السابقة تمر الحكومة المقبلة بمخاض عسير قبيل تشكيلها. لا شيء مختلف، أحزاب تطمع بالمناصب السيادية وأخرى تلوح بالسلاح إذا لم تحصل على حصتها من الكعكة الحكومية. انسحاب الصدر من البرلمان استهل جولة صراع جديدة بين منافسيه، وتحديدا الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات، حيث يطمح أركانه بالاستفراد برئاسة الحكومة المقبلة لا سيما ائتلافي المالكي والعامري. نقاط الخلاف التي طفت على السطح لا تتعلق بالمناصب الحكومية فقط، بل بطريقة التعامل مع الصدر، خصوصا أن جميع الخصوم يمتلكون أجنحة مسلحة، ما يفتح الباب مشرعا أمام صراع ميليشياوي يسميه شركاء العملية السياسية بالصدام الشيعي الشيعي. تباين الآراء من الصدر اتخذ مسارين، الأول يرى ضرورة إنهاء هيمنة الصدريين على مفاصل الدولة وصولا إلى إقصاء التيار بالكامل، وهذا مدعوم بضغينة سياسية قديمة بين المالك والصدر. ومسار آخر يرى الإبقاء على التقارب مع الصدر لضمان عدم لجوئه إلى الشارع لإشعال الوضع. على ذات الجهة يقف كل من عمار الحكيم وحيدر العبادي اللذين أطلقا مبادرة لرأب الصدع بين الأحزاب والحيلولة دون انفراط عقد العملية السياسية المأزومة. هذا فضلا عن قلق داخل الإطار من تغير موازين القوى داخله وكيفية تعامله مع الواقع السياسي الجديد وأسلوب التفاوض مع التحالف الثلاثي وموازنة مطالبهم ومطالب منافسيهم. هي أزمة أخرى تضع العملية السياسية على المحك وتجعل من المحاصصة الطائفية طوق نجاة أخين لها باعتبارها الضامن لمكاسب الأحزاب. لكن تبقى كلمة الشعب هي الفيصل، فهل سيقولها كما أعلنها في تشرين عام 2019؟